أول إسرائيلي يحمل الجنسية الفلسطينية ويطالب بحل الدولتين، الموسيقار العالمي بارن بويم. اليوم أشعر بالعار لأنني إسرائيلي. عنوان مقال صادم للموسيقار الإسرائيلي العالمي دانيال بارن بويم، عقب فيه على قانون القومية اليهودي العنصري، ونشرته صحيفة هارتس وتنقلته الصحف البريطانية والعالمية. بارن بويم الذي لطالما دعا إلى السلام وحل الدولتين، وعمل من الكتب مع المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، وقال: بعد 70 سنة من التوقيع على وثيقة الاستقلال، أقرت إسرائيل قانونا جديدا يحول مبدأ مساواة ومبادئ العالمية إلى الشعوبية والعنصرية. وأضاف: بحسن عميق أطرح الأسئلة ذاتها التي طرحتها قبل 14 عام، عندما ألقيت خطابا في الكنيسة، هل يمكننا تجاهل فجوة بين الوعود التي وضعت في وثيقة الاستقلال وما تحقق؟ والاحتلال والسيطرة على شعب آخر يتوافقان مع وثيقة الاستقلال، وهل هناك أي منطق في استقلال شعب بسلب شعب آخر حقوق سياسية؟ وتابع: هل يمكن للاعب اليهودي الذي عانى تاريخ العذاب والاجتهاد المتواصلين أن يسمح لنفسه بأن يبقى غير مبال لانتهاك حقوق الإنسان ومعاناة جيرانه؟ وهل يمكن لدولة إسرائيل أن تسمح لنفسها بأن تحقق حلما غير واقعي بنهاية إيديولوجية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بدلا من البحث عن طرق براغماتية وإنسانية لإنهاء الصراع على مبدأ العدل الاجتماعي؟ وكتب الموسيقار اليهودي العالمي: عمليا لم يتغير شيء منذ عام 2004، لكن الآن يوجد لدينا قانون ويجعل العرب في إسرائيل مواطنين من الدرجة الثانية، وهي صورة واضحة تماما للتمييز العنصري.